بكم من جديد. كيف يلعب ويسترن سيدني وكيف يلعب الهلال أو أمام الهلال؟ عبد الله درويش يشرح الفريق الأسترالي. أبرز نقاط القوة في الفريق الأسترالي هي ملعبه، خاض عليه 6 مباريات، خسر واحدة وكانت انطلاقته في دور المجموعات، لكنه انتصر في كل 5 التي تلتها، وجماهيره تتفاءل كثيراً بالباراماتا. 18 هدفاً سجلها الفريق المولود قبل 2 عامين، ولا يعتمدون على لاعب واحد في تسجيل أهدافهم، بل تتوزع على 10 لاعبين، ويتقاسم 3 منهم الرصيد الأعلى بواقع 3 أهداف لا أكثر. في الربع ساعة الأولى سجل الأستراليون 5 أهداف، ويفسر محللون ذلك بأن الأستراليين يحسنون استغلال الدقائق الأولى من مبارياتهم، ويجيد مدربهم خلالها قراءة ضعف تركيز دفاعات الخصم وتمركزهم. الكرة العرضية إحدى الأسلحة لدى أصحاب الأرض، سواء ضربات الزاوية أو الحرة، وإن لم ينجح الفريق الأحمر من الكرة الأولى فإن المتابعة من اللاعب الثاني تكون حاضرة، وهذا حدث 8 مرات اهتزت فيها شباك خصومهم، فيما تتنوع بقية الأهداف بين تمريرات العمق والتسديد من خارج الصندوق. أهم الأسماء التي يعتمد عليها توني بوبوفيتش داخل الملعب هي لاعب الوسط هاليتي، أحد هدافي الفريق، جناح أيسر، لا يملك سرعة كافية لكنه مهاري يتقن لعب الكرة العرضية. وفي اليمين السريع جدا إيبل غاني، هذا مهارته ليست كافية، وأمامه شارون كول والمهاجم مارك بريدج. وواحدة من أسلحة الأستراليين هي القوة البدنية واللياقة العالية. عبد الله الدرويش، العربية. وفي الاستوديو يلتحق بنا كابتن تركي العواد. أهلا بك تركي. عشان نكسب الوقت، ما المفروض أن يفعل الهلال أمام هذا الفريق كتقديم للحوار الجاي؟ طبعا بكل تأكيد الهلال يلعب خارج أرضه، فريق قوي لا يستهان فيه. المفروض أن الهلال في هذه المباراة يطلع بأقل الخسائر. أفضل شيء يطلع فيه الهلال هو التعادل طبعا، بكل تأكيد إذا فاز شيء رائع، ولكن يجب أن لا يسعى للفوز، لأنه الفريق السيدني شفناه في جميع المباريات يعطي فرصة للفريق. ما نقول يجب أن لا يسعى للفوز، نقول ما يجب أن يكون هو أنه يكون مندفع، أنه يكون هو الأولوية. تدخل عبارة واضحة، التركيز. الناس يتصيدون يبون أي شيء بس يعلقون عليه. والله ما تفرق علي حال. هي بالنسبة للهلال المفروض أنه الهدف الأول أن لا يحرز في مرمى هدف. جميل، هذا هو الهدف الأول، لأن الفريق الأسترالي يعطي فرصة للفرق الأخرى. خلينا نروح الفريق الأسترالي كابتن، أبرز سماته الإيجابية. طبعا الفريق الأسترالي قوي جسمانياً، أي التحامات قوة بدنية عالية، أي التحامات هو بيكسبها، دائما يكسب الكرة الثانية لأنه عنده القوة البدنية وعنده التركيز العالي، عند الكور العرضية جدا جدا رائعة، عندما في نجم اللاعب اللي ممكن أنت تغطيه زي ما شفنا مع العين مثلا، ما تغطي لاعب أو لاعبين تنتهي خطورة الفريق. هذه تصعب مهمة الهلال. عنده أيضا أنه في عدد من اللاعبين القادرين على التسجيل، عدد اللاعبين اللي يسجلون في الفريق عدد كبير، من ضمنهم حتى الظهيرين. يعني كيف تواجه كابتن القوة الجسمانية والبدنية؟ اي بكل تأكيد، طبعا عندما نقول قوة بدنية معناتها جسمانية ولياقية. بكل تأكيد الهلال المفروض انه يلعب اللعب السريع، المفروض انه ما يحاول يلعب الكرات الطويلة، المفروض انه يلعب الكرات القصيرة. المفروض اللاعبين بالذات اذا لعب نواف العابد وسالم
على الأطراف، المفروض أنهم ما يقربون كثير من الظهيرين. عندنا لحظة استلام الكرة، لحظة استلام الكرة وحتى لحظة التمرير المفروض أنه دائما يعني يحاول يكون بعيد عنا، لأنه الالتحام ما راح يكون في مصلحته. استخدام مهارة الفردية بشكل كبير. نعم. التمرير السريع بين نيفز وناصر وسالم بكل تأكيد بيضرب الفريق، لأن الفريق على الأرض غير جيد. يعني نعم. صعوبة المباراة بالتالي في شيء واحد، أنه نقاط ضعف الهلال هي نقاط قوة الفريق الأسترالي، لذلك هذه أصعب فريق يعني ممكن يواجه الهلال، لأنه يختلف عن كل الفرق اللي واجهها الهلال سابقا. قال عبدالله الدرويش في التقرير شيء مهم، أنه يسجل دائما في الخمسة عشر الأولى. صحيح، هو عنده ميزة حتى في الدوري، أنه دائما بداية المباراة يضغط على الفريق الآخر، يضغط على المدافعين، يضغط على الحارس. نعرف أن هذه واحدة من مشاكل الهلال. نعم. كواك وديقاو وسديري دائما يلعبون بينيات بينهم. أي. هم يضغطون ويحاولون يستغلون، هذه واحدة من أهدافهم. نعم. هم عندهم ثلاث طرق في التسجيل، أنهم يضغطون على المدافعين، أخطاء المدافعين ممكن يسجلون، الكرات العرضية الثابتة والمتحركة، وأيضا الكرة الثانية المرتدة من الحارس أو من المدافعين لما يطلعونها. نعم. تلقى عندك بولياك بالذات اللاعب المحور الكرواتي. نعم. لاعب غير عادي في التسديد، هذا من اللاعبين اللي ممكن يكون خطير جدا في هذه المباراة في التسديدات المباشرة. لذلك مهاجم بيلعب كابتن، أنت عندك تواصل في أستراليا يبدو لي من خلال مقالات اللي تكتبها الفترة الأخيرة. أي يعني أنا أتابع كثير صحافة الأسترالية بشكل كبير. طبعا اللاعب اللي تعور في المباراة الماضية مع ملبورن اللي هو سانتا لاب، احتمال كبير 50-50 يلعب، لكن ما صار عنده أربطة. هو الدولي الوحيد في الفريق؟ لا، الدولي يوريتش اللي ما لعب من مباراة غوانزو، لكنه الآن ممكن يعني المدرب ممكن يفعل أي شيء في هذه المباراة، ممكن لأنه كل مباراة يلعب بتشكيلة مختلفة، لذلك جميل. ممكن نشوفه، ممكن نشوف سانتالاب، ممكن نشوف حتى هاليتي اللي يلعب على الطرف جميل. الأيسر راس حربة، أو مارك بريدج اللي اللاعب اللي هو هداف. نعم. الفريق الدولي السابق. إيه الدولي السابق وهداف الفريق التاريخي. جميل، ممكن نشوفه يلعب في المباراة. خلينا نروح كابتن التقرير الجاي. أهم لاعب في الفريق دائما هو الحارس عبدالله صديري في مواجهة إيفان كوفيتش. سلاح الأسترالي إيفان كوفيتش في مشواره الأسيوي خبرته الكروية التي تجاوزت 18 عاما. أعوام عمره التي تعدت 39 كتبت حضورا مع فريق باوك اليوناني وولفسبورغ السويدي إلى جانب دينامو زغرب الكرواتي، بالإضافة إلى فرق أسترالية، وصولا إلى ويسترن سيدني الذي يرتدي قميصه منذ 2012. تاريخه الكروي كتب مشاركة في 224 مباراة، كان أساسياً في 221 بدقائق لعب وصلت إلى 19,928، اهتزت فيها شبكه 129 مرة. ابن 39 عاماً، دافع عن عرين ويسترن سيدني في 66 مباراة، 53 منها كان في الدوري الأسترالي. طول كوفيتش الفارع والبالغ متراً و93 سنتيمتر ساهم في وقوفه سداً منيعاً أمام هجمات منافسيه في المباريات العشر التي شارك فيها في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا. حافظ إيفان على شباكه نظيفة في 6 مباريات ودخل مرماه 10 أهداف. منافسه الهلالي عبدالله الإسديري يصغر إيفان ب16 عاماً، ورغم ذلك سجلاته تشير إلى مشاركته في 43 مباراة في الدوري السعودي مع الأزرق منذ موسم 2010-2011 وحتى اللحظة. دقائق لعبه كتبت 3060 دقيقة لعب اهتزت خلالها الشباك 29 مرة، وفي رصيده بطاقتان صفراوان. صغر عمر سديري لم يقف حائلاً أمام المنافسة على لقب أفضل حارس آسيوي، شارك ب9 مباريات من أصل 12 لعبها الهلال في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا. تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 8 منهم، فيما مني مرماه بهدفين فقط جاء أمام العين في نصف النهائي، وبينما شارك كوفيتش كحارس ثالث في قائمة منتخب بلاده في مونديال 2006، فإن سديري اقتصرت مشاركته الدولية على مباراة واحدة في بطولة رباعية ودية. ديما محمد السائح، العربية.
إلى تركيا. تركي فانكوفيتش يعتبر شخصية رمزية كبيرة للفريق، 39 سنة صحيح، عنده تاريخ وعنده شعبية هائلة في الفريق، ماذا يمكن أن يفعل؟ طبعا هو حارس جدا رائع، يعني صحيح عمره 39 سنة ولكنه ما زال يعني في وضع جيد، يعني ما تحس انه كبير في السن. هو المشكلة الوحيدة عند الحارس انه او يتفوق عليه عبد الله السديري في الكرات الساقطة خلف المدافعين، هو نعم. بطيء جدا، لذلك الانفرادات بتكون كثيرة، ما يعني ما يلعب الليبرو أيه. الحقيقي، بينما عبد الله شفناه في كثير بالذات الموسم هذا بدأ يتحسن في هذا الموضوع، ودائما الكرات الساقطة خلف المدافعين يخرجها، لكن العرضيات يعني لإيفان، العرضيات بكل تأكيد كوفيتش، لأنه أول شيء طويل 193، الشيء الآخر أنه عنده توقيته جدا جدا رائع، شفته في كثير مباريات، ولكن في الأرض شفنا مباراة ملبورن وشفنا أيضا مباراة إف سي سيدني، الأهداف الأرضية دائما سهلة لأنه غير قادر أنه يتحرك لها بشكل جيد، وقدرته على التوقع مش بالشكل الكبير. الكرة الأرضية نقاط ضعف في الحارسين؟ لا، عبد الله السديري أنا أعتقد أنه جيد على الأرض، نعم. عنده يعني بدأ يكتسب ثقة كبيرة في نفسه، ايضا عنده حاجه اللي هي المرونه، يعني كثير من الكور اللي في الاخير صار يعني ينقذها تعود لمرونته، هذه مش موجوده عند كوفيتش ابدا. عنده الشيء اللي ممكن يساعده هي الخبره في الكرات العرضيه، جميل. في الكرات العاليه هي اللي يتفوق فيها بشكل كبير على عبد الله. جميل، بيكون لنا معك ايضا بكره حديث عن المباراه في نشراتنا وتحليل عنها. شكرا جزيلا دكتور تركي العواد، شكرا جزيلا. في الجزء الثاني من حديث الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ترقب، توتر وأماني. أبو فيصل، أنت الحين تعيش أجواء يعني توتر هنا في المعسكر، وش تقضي وقتك فيه؟ أنا طبعا أشوفك بس أبغى المشاهدين. والله طبعا أنا حريص على أنه طبعا في الحقيقة أول ما جيت أول يوم كنت تعبان كثير، يعني كانت طول الرحلة والكحة كانت، الحمد لله اليوم أنا أحسن كثير، أشكر جميع من سأل. فأول يوم حقيقة كان في نوم طويل، يعني حتى أول تمرين ما قدرت أروح وكنت مرة تعبان، ولكن بعدها حريص طبعا على الالتقاء باللاعبين يوميا، سواء أنا حرصت على أنه الأوتيل اللي إحنا أخذناه صغير ما في غرف كثير، فحتى تلاقي أعضاء مجلس الإدارة وباقي الوفد في أوتيلات ثانية، بس أنا حرصت أني أكون مع اللاعبين في نفس الأوتيل عشان أعقد معهم اجتماعات سواء فردية، بعض اللاعبين يعني مثلا كل اللاعبين بدون استثناء أحاول أن أقعد معهم على انفراد للتحفيز، وفي نفس الوقت حضور سواء شرح الخطة أو العشاء أو يعني لابد الواحد يكون متواجد في متناول اللاعبين، يعني إذا اللاعبين يبغون شيء، إذا الحديث، التحفيز. أنا بس أعتقد أنه إحنا الآن ما عاد في شيء ممكن نعمله، الآن الكورة في ملعب لاعبين أبطال وإن شاء الله هم قدها، كل ما يمكن أن يعمل عمل، باقي توفيق رب العالمين واللي بيقدمونه في الملعب، وأيا كانت النتيجة الحمد لله رب العالمين. طيب أبو فيصل، بما أنت تقول أني أنا أبي أكون في متناول اللاعبين، وش أغرب طلب منك لاعب في غيب يعني؟ والله ابدا، لا ما في، لاعبتنا عاقلين، ما في بس طبعا احنا دائما ما نشاغب محمد الشلهوب، يعني دائما احط مكافآت لمن يضبط محمد الشلهوب يرتكب مخالف، ومكافآت ضخمه، يعني حاط اعلنت للعيبه كلهم اللي يضبط محمد الشلهوب مرتكب مخالفه ايا كان نوعها له مكافأة ضخمه. وإلى الآن ما اندفع. إذا الآن ما فاشلين اللاعبين، بس اللاعبين الحين قاعدين يحاولون يعني إنهم يوقعونه في الغلط، بس هو متماسك. ما شاء الله. الفترة الأخيرة يعني شوف، أنا من أول السنة اللي فاتت، من أول الموسم اللي فات، أنا كان عندي إحساس إنه الهلال، وقلتها على فكرة وترجع في لقاءات أو تغريدات أو غيره، إنه الهلال سيمضي بعيدا في هذه الآسيوية، يعني كنت أنا دائما أقول، أنا ورجع وحتلاقي إنك تقول إنه ممكن الهلال يوصل النهائي أو فريق سعودي يحققها، لأن تغيير النظام هذا أنصف غرب آسيا، ومع أنه أنصف غرب آسيا ستظل البطولة على فكرة صعبة جدا، يعني أنا أعتقد أنه أنت يكفي أنك تعرف أنه من 2005 ما في أي إنجاز سعودي تحقق على مستوى آسيا، لا على أندية ولا على المنتخبات. الكرة الآسيوية أصبحت قوية في الدول كثير، وليست السعودية بأقوى الدول الآسيوية حاليا سواء على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية، فبالتالي يعني إحنا قطعنا مرحلة ووصلنا للنهائي، باقي مباريتين، فأكيد أنا من كثر ماني متوتر أصبحت غير متوتر،
كيف دي؟ ما أدري يعني من كثر ما المسألة فيها ضغط عصبي خلاص وصلت مرحلة من التوتر إنه ما في توتر. خلاص أسلمت أمري لله. إحنا في رأي الإدارة والجهاز الفني واللاعبين قاعدين يسيرون وفق خطة موضوعة، باقي توفيق رب العالمين. عندنا ثقة وعندنا تفاؤل، هذا اللي يبقى. أنت خلال رئاستك النادي الهلال طبعا واجهت أحداث سواء سعيدة أو حزينة، استفزتك أحد هذه الأحداث وكتبت قصيدة؟ كتبت قصيدة، أنا كاتب قصيدة عن الوسط الرياضي كله، بس طبعا ما حنشرها إلا لما أخرج منه يعني. ممكن بيتين؟ لا 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 أطف بيتين فيه. لا لا ما أبغى زعل أحد يعني هجاء كلها. لا لا فيها طبعا هجاء وفيها وصف حالة الوسط الرياضي ممكن عشان. لا والله أنا نايف. لا والله هذه إن شاء الله مداعية إن شاء الله. عنوانها طيب؟ لا هي كانت أنا كانت 5 أعوام هي، بس يعني هي تنفع تصير 7 أعوام برضو يعني. أنا كاتبها قبل سنتين. صحيح. والآن هي مكتملة؟ مكتملة طبعًا، بس حتصير شكلها 7 أعوام مش 5 أعوام. بتضيف عليها؟ يعني أضيف عليها 2 سنين، ما يتغير الوزن بين 5 أعوام وسبعة أعوام. طيب فيصل أنت عاشق للستيك؟ أحب لقيت مطعم هنا. أي والله البارح قالوا راحوا الربع قالوا في مطعم زين ان شاء الله بتعشى فيه الليله ان شاء الله. يعني ما اكلت من يوم جيت ما اكلت؟ لا والله اكلت ستيك هنا في الاوتيل كان كويس. ما جاهز لك اكيد مو قد كذا كان يعني. هذه وقفتنا الاخيره، نتابع بعدها الجزء الثالث من حديثي الخاص لعبد الرحمن بن سعد، يقول استمعوا دائما لراي فتاتين هلاليتين عن اجانب الهلال. المهاجر الأوكراني أنفت الأرقام القياسية، صانع الفرح، أين ستمطر أهدافه؟